عجبك اوبو اف 9 وخلاص قررت ان انت تشتريه، وهو فعلا جهاز كويس بصراحه يستاهل ان انت تفكر فيه. هوب نزل خبر ان في اوبو اف 11 قرب ينزل، فانت بدات تفكر انا ايه اللي يخليني اشتري اوبو اف 9 دلوقتي، ما انا ممكن استنى اوبو اف 11. نصيحتي انا ليك لا ما تستناش، اشتري دلوقتي على طول. كمل الفيديو ده لحد اخره علشان هتلاقي معلومات مش موجوده غير هنا. هينزل مصر امتى وبكام وليه انا بقول لك ما تستناش اوبو اف 11 لو انت بتفكر تشتري الاوبو اف 9. في الاول خلينا نتكلم احنا ايه اللي نعرفه عن الموبايل اصلا. كان في كلام ان اوبو بتعمل موبايل تاني غير اوبو فايند اكس بيجي بسلايدر للكاميرا الاماميه، ومن بعدها بقى كل يومين يظهر يا اما تسريب جديد يا اما الشركه نفسها بتنزل لنا حاجه تشويقيه عن الموبايل. عرفنا بشكل اكيد مثلا ان الكاميرا الخلفيه هتكون 48 ميجا بكسل، ده بيحصرنا في مستشعرين بس للكاميرا هم اللي هيستعملوهم، يا اما هيستعملوا سوني اي ام اكس 586 يا اما سامسونج ايزوسيل جي ام 1، وشكلنا هنشوفهم في اكتر من موبايل الفتره اللي جايه. بالمناسبه الدعايه بتاعت اوبو اف 11 برضو واضح ان هي هتلعب على فكره ان هو بيصور في الاضاءه الضعيفه صور كويسه جدا، فده بياكد لنا اكتر ان هو هيجي بنايك مود زي موبايلات جوجل او موبايلات هواوي. اغلب الصور اللي نازله مبينه ان الموبايل دوت هيجي بدول كاميرا واللي موجود فوق خالص دوت مجرد الفلاش بس، ولكني بشدد على كلمه اغلب لان انا لقيت بعض المواقع بتتكلم على فكره ان ممكن يجي بثلاث كاميرات. انا شخصيا مش متوقع كده، ولكن خلينا نحط الاحتمال دوت لنسخه مميزه. مثلا الكاميرا الاماميه التسريب الوحيد اللي سمعناها عنها هي انها 32 ميجا بكسل، لسه مفيش حاجه تنفي التسريب دوت ومفيش حاجه تاكده، بس انا ما ببقاش قلقان على اوبو خالص في موضوع الكاميرا الاماميه لانها دايما بتقدم لي احسن كاميرا اماميه في الفئه بتاعتها، سواء في الفئات العاليه قوي او في الفئات المتوسطه. وجود هيليو بي 60 في اوبو اف 7 واوبو اف 9 موبايلين ورا بعض من نفس السلسله بيضمن لنا برضو ان احنا مستحيل نشوفه ثالث في الموبايل دوت. اغلب الكلام واغلب التسريبات ان احنا هنشوف حاجه اعلى بكتير منه، بس مش حاجه لدرجه سناب دراجون 855 مثلا اللي انا سمعتها. سلسله الفايند كانت اولى ان هي توصل لها حاجه زي كده الاول. عموما اصلا تصميم اوبو اف 11 اختلف عن قبل كده كتير، بعد عن تصميم سلسله الاف وقرب اكتر لسلسله الفايند وسلسله الار، وشكله بصراحه كده احلى بكتير. وده اللي انا بتكلم فيه، مش الشكل بس، حتى ده المواصفات بتاعت الموبايل نفسها كمان. مفيش اي حاجه من اللي انا قلتها دي دلوقتي بتدل خالص على الفئه السعريه اللي احنا كنا متعودين نشوف سلسله الاف فيها في مصر اللي هي ما بين 5000 و6000 جنيه. بالنسبه لي انا ما عنديش معلومه اكيده عن السعر، ولكني شايفه بيتجه لناحيه ال $500. علشان كده انا شايف الناس اللي مستنياه مكان اوبو اف 9 ما تستناهوش، مش علشان الموبايل نفسه وحش، ولكنه علشان اغلى كتير. الناس اللي مستنياه عاده مكان اوبو اف 9 متوقع ان هو ينزل بنفس السعر، او حتى لو كان اغلى مش هيكون اغلى كتير قوي. انما كل التسريبات اللي ظهرت لحد دلوقتي وكل المعلومات اللي احنا نعرفها وبتنفي الكلام دوت، فعلشان كده انا بنصح الناس ديت تحديدا ما يستنوش الموبايل. اما لو انت اصلا كنت ناوي تشتري في فئه ال $500 اللي هي 9000 جنيه سواء ارخص شويه او اغلى شويه، موبايل اوبو اف 11 او اف 11 برو ممكن يكون موبايل مناسب جدا بالنسبه لك، وانا شايف ان هو هيكون واحد من احسن المنافسين في الفئه ديت. اللي عندي معلومه اكيده بيه هو وقت نزوله. الشركه اصلا بتنزل موبايلين من سلسله الاف في السنه الواحده، فما ينفعش كده كده ان هو يتاخر كتير عن دلوقتي علشان يلحقوا ينزلوا الجيل الثاني من نفس السلسله على الربع الثالث من السنه مثلا. ده ياكد لنا ان خلاص الموبايل قربنا نشوفه. المعلومه الاهم ان البروموترز من اوبو في مصر بدا يوصل لهم ان في جهاز هينزل قريب على شهر مارس تقريبا، وانا كان وصلت لي معلومه قبل كده من فتره قريبه ان الموبايل الجاي على طول اوبو في مصر هو الاوبو اف 11. بالتالي المعلومتين دول مع بعض ان البروموترز وصل لهم ان في جهاز هم لسه ما يعرفوش اسمه هينزل قريب، والمعلومه اللي عندي ان اوبو اف 11 هو الجهاز اللي جاي في مصر بالنسبه لاوبو، بياكدوا لنا خلاص ان اوبو اف 11 غالبا هينزل على اواخر شهر مارس. قولي في الكومنتات لو انت من الناس اللي مستنيه الموبايل دوت، وقولي لو عندك اي سؤال تاني. اعمل سبسكرايب علشان خلاص قربنا نخلص ونكمل 100,000، وكالمعتاد كان معاكم احمد كمال من AK ريفيو. استنيني في الفيديو الجاي.